مشاهدينا، تواصل الحرة طرح استطلاعات رأي في صفحة أصوات مغربية حول الانتخابات الجزائرية، نعرض نتائجه بعد قليل. سؤال اليوم هو: بأي اتجاه يدفع تدخل المؤسسة العسكرية في الأزمة السياسية في الجزائر؟ التعقيد أم الحل؟ يمكنكم الإجابة على السؤال على صفحتي قناة الحرة وأصوات مغربية في موقع فيسبوك. لإلقاء مزيد من الضوء على هذا الموضوع، معنا من الجزائر العاصمة الإعلامي رياض هويلي، ومن باريس عبر خدمة سكايب الإعلامي هشام عبود. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ مع ضيفي الإعلامي رياض هويلي. بداية، كيف تقيم دور المؤسسة العسكرية في الجزائر منذ بداية الحراك الشعبي؟ أولا خليني نقول أنه التقييم إلى حد الآن يعني يبقى نسبي، لأنه ما دام الحراك إلى حد الآن مستمر، وما دام البلد مقبل على استحقاق سياسي اللي هو الانتخابات الرئاسية، خلينا نقول بأنه التقييم نسبي. ولكن في العموم نقول بأنه الجيش إلى حد الآن منذ 22 فبراير إلى اليوم له بعض النقاط التي تحسب له مقارنة بما كان سائد من قبل. فأغلب الشيء الذي ربما يحسب إلى الجيش في هذه المرحلة هو محافظته على السلمية وعدم استعمال العنف ضد المتظاهرين، بل أن هناك في بعض الأحيان تدخل الجيش لحماية المتظاهرين ويعني تعطير سلمية هذا الحراك. ونحن لما نقول أنه تقريبا 42 جمعة قطرة دم لم تسفك في الجزائر ولم تسقط قطرة دم، بالرغم الملايين التي نزلت إلى الشوارع في البدايات الأولى في شهر فيفري إلى غاية شهر مارس وأفريل، كنا نعد أكثر من 18 مليون جزائري في الشوارع. كل هذه بالإضافة إلى وعي المواطنين وتمسكهم بالسلمية، هناك توجه داخل المؤسسة العسكرية بالحفاظ على الحراك الشعبي وتعطيره عن بعد وحمايته من بعض المناورات التي كانت ربما تحاول يعني إدخال البلد في نوع من الفوضى، حتى يتمكن يعني رموز النظام السابق من الإفلات من العقاب. نحن نقول أن الأمور ربما وقعت هناك بعض الأخطاء يعني في تسيير المرحلة، ربما وقعت هناك بعض التجاوزات، لكنها لم تصل إلى يعني حد نعم. يعني اقتراف اعمال خطيره او طيب. تجاوزات في الحراك، بالعكس الحراك ماشي والحراك يمشي وينمو بمطالبه السلميه بمطالبه طيب. المشروعه، والمؤسسه العسكريه كانت تلاحظ وترافق عن بعد، والى ذلك نقول انه الى حد الان الامور تبقى طيبه. طيب أستاذ هشام عبود، هل تتفق مع من يرى أن المؤسسة العسكرية حافظت على سلمية الحراك وعلى انتهاج المسار الدستوري، لكن على حساب حرية الرأي والتضييق والاعتقالات؟ تشارك وتساند وتقوم. لا، المؤسسة العسكرية فيها ضباط وصف ضباط وجنود وجنرالات لا علاقة لهم بما يحدث، وإنما هذه المؤسسة هي رهينة قيادي دائرة صغيرة مشكلة من جنرالات القرار بين أيديهم. وهذا ليس بجديد، لأنه هذا حصل حتى أبان ثورة التحرير. القرارات التي كانت تتخذ لم يتم استفتاء حولها لدى الجنود. هل طلب رأي نقيب أو ملازم أو عقيد أو حتى جنرال ليتدخل الجيش في العمل السياسي؟ هل تشاور الجنرال مثلا الفريق قايد صالح مع جنرالات آخرين ليطلب منهم هل بإمكانه أن يلقي خطاب سياسي مرتين كل أسبوع؟ وأن يجوز المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية. هذا يخليني أقول أن المؤسسة العسكرية أولا بريئة من كل ما يحدث، وهذه المضايقات والتضييقات والاعتقالات وكل ما يحدث هي عبارة عن عمليات تقوم بها مجموعة صغيرة أولا
جعلت المؤسسة العسكرية رهينة بين أيديها لتجعل بعدها كل البلاد رهينة بين أيدي هذه العصابة. هذه أنواع الكلمة كانت عصابة استعملها رئيسها في حد ذاته الفريق جاي صالح هو الذي استعمل كلمة عصابة وهو جزء من هذه العصابة. فلا يمكن أن نفصل الجاي صالح من عصابة الصديقة وهو الذي كان رقم 2 فيها وهو الذي كان حاميها وهو الذي صنع. لكن سيد عبود ليس كل من كان في النظام فاسد. طبعا طبعا يعني حتى الجاي صالح بحد ذاته فاسد، ابنائه اخذوا ما لم ياخذه اي مواطن بسيط هو ثروته. طيب استاذ يعني نقاشنا اليوم ليس عن الاشخاص، نحن نتحدث عن المؤسسه العسكريه في خضم هذا الحراك الشعبي وفي ظل ما تعيشه الجزائر. نتحول الى ضيفي رياض هويلي، هل اصبحت سلميه الاحتجاجات مقرونه بالتضييق الامني والاعلامي؟ أعيد السؤال من فضلك. يعني هل أصبحت سلمية الاحتجاجات مقرونة بالتضييق الأمني والإعلامي؟ اولا خليني نقول ملاحظه فقط، يعني انا يبدو لي انني ضيف في لمناقشه من يحكم في الجزائر وقضيه التراتبيه المؤسساتيه وايضا دور الجيش كمؤسسه وكمؤسسة دستورية، وليس هنا لمناقشة الأشخاص أو الطعن في الأشخاص. إذا تحولت الحصة إلى الطعن في الأشخاص فهذا موضوع ثاني. هذا ما أشرنا إليه أستاذ، هذا ما أشرنا إليه، أكمل فكرتك من فضلك. لا، لابد من تعطير النقاش من فضلك، لأنه حتى لا ننحرف ولا ننسحب. هذا ما قمت به أستاذ، ربما لم تستمع إلي، لكن هذا ما قمت به، تفضل. إذن احنا بالنسبة لسلمية الحراك، أولا نرجعها إلى وعي ونضج الجزائريين، لأن الجزائريين أدركوا منذ البداية أن السلمية هي السلاح الوحيد الذي يؤدي إلى تحقيق المطالب المشروعة. والمطالب المشروعة هنا تتلخص في رسم قطيعة حقيقية مع نظام الفساد، مع النظام البيروقراطي الراشي المرتشي، مع نظام العصابات، مع النظام الذي حكم خارج المؤسسات وخارج شرعية المؤسسات. الجزائريون لما خرجوا يوم 22 فبراير خرجوا من أجل بناء جمهورية جديدة، جمهورية العدل والحريات، جمهورية الديمقراطية، جمهورية المواطنة الذي يصبح فيها المواطن سيد كلامه وهو سيد صوته. طيب هل تحققت هذه المطالب في ظل توجيه المؤسسة العسكرية؟ المؤسسة العسكرية هنا نحن أمام عائق دستوري. المؤسسة العسكرية لا يمكنها التحاور مع هؤلاء ولا يمكنها أيضا الحكم بصفة مباشرة، وبالتالي نحن أمام فراغ مؤسساتي على مستوى رئاسة الجمهورية وعلى مستوى رئاسة الحكومة الوزارة الأولى. هناك رفض شعبي للوزير الأول، ماذا يمكن أن يكون؟ هنا من خلال هذه الفجوة كما جاء في تقريركم السابق تدخلت المؤسسة العسكرية أحيانا من أجل تعطير النقاش ومن أجل الحفاظ على استمرارية الدولة ووجود الدولة. لا يمكن بأي حال من الأحوال في أزمة سياسية وفي نظام رئاسوي أن تبقى الدولة بدون يعني متكلم أو متحدث. رئيس الدولة وإحنا نعرف جيدا أنه رئيس الدولة مريض ورئيس الحكومة مرفوض، من يتكلم اليوم؟ بقت المؤسسة الوحيدة طيب. التي يثق نعم. فيها الجزائريون بنسبة كبيرة هي مؤسسة الجيش. أستاذ هويلي، أتحول بسؤال إلى هشام عبود، أين تكمن برأيك المعايير التي تضبط العلاقات المدنية العسكرية في الجزائر؟ بين الشعب والمؤسسة علاقات تاريخية. الجيش الجزائري هو الجيش الوحيد في العالم الذي ولد في نار حرب التحرير، ولد من صلب هذا الشعب، وبالتالي لا يوجد فرق ما بين المواطن المدني والمواطن العسكري. المواطن العسكري يعتبر دائما مناضل للجزائر، ولكن هناك قيادة عسكرية لا علاقة لها لا بالمؤسسة العسكرية ولا بالشعب الجزائري. لهذا أقول أن المؤسسة العسكرية خارجة عن اللعبة،
والمشكل المطروح اليوم لما نتكلم عن النظام، هذا النظام الذي يريد الشعب الجزائري آخره لم يتغير. نجد اليوم ضمن المترشحين الخمسة مثلا، مين واحد كان وزير أول عن بوتفليقة، وكان رئيس حملة بوتفليقة، وكان وزير ديوان بوتفليقة، وآخر كان وزير أول عن بوتفليقة هو كون، وآخر اللي هو بنتين كان وزير عن بوتفليقة، وآخر اللي هو كان وزير عن بوتفليقة. طيب شكرا لكما ضيفي الكريمين، أرجو أن تبقيا معنا قبل أن نختم تغطيتنا للملف الجزائري. نطلعكم مشاهدين على نتائج استطلاع الرأي الذي خصصناه على منصاتنا المختلفة حول السؤال التالي: بأي اتجاه يدفع تدخل المؤسسة العسكرية في الأزمة السياسية في الجزائر، التعقيد أم الحل؟ وجاءت الإجابات على الشكل التالي: 51% أجابوا بأن تدخل الجيش في الأزمة السياسية يدفع باتجاه الحل، 49% أجابوا بأنه يدفع باتجاه التعقيد. كانت هذه نتائج الاستطلاع. نتعرف الآن انطباعات ضيف على انطباعاتها ضيفايا حولها، والبداية معك الإعلامي رياض ذهويلي من الجزائر العاصمة، ما هو رأيك بنتيجة متقاربة نوعا ما، كيف تعلق؟ أولا أن نحن نقول أنه في الجزائر ربما هناك معادلة يجب أن تدرس بخصوصية وبعناية. المؤسسة العسكرية في الجزائر هي أو الجيش الشعبي الوطني في الجزائر متكون في الغالب من أبناء الجزائريين البسطاء، وبالتالي المؤسسة العسكرية متجذرة في المجتمع. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك شرخ بين الشعب والمؤسسة العسكرية. يعني حتى كل الدراسات وحتى كل التحاليل، المعدلات كل التحاليل إذا كانت مبنية على الشخصنة ستكون مآلها الفشل، لأن هناك تلاحم شعبي بين المؤسسة العسكرية. أستاذ ولهذا هشام عبود، ما هو تعليقك على النتيجة؟ المؤسسة العسكرية في إطار باختصار. الحل الذي يكمل هو لو ترفع يدها العصابة على المؤسسة العسكرية طبعا سيكون تدخل الجيش إيجابي ويوجد الحل. أما ما دامت عصابة صالح وعصابة الثقة ماسكة بزمام الأمور وترفض الاتجاه السليم، طبعا فهي تؤدي إلى تعقيد الأمور وتأجيلها. شكرا شكرا، أشكركما. كنت معنا من الجزائر العاصمة الإعلامي رياض ذهويلي، ومن باريس عبر خدمة سكايب الإعلامي هشام عبود. أشكركما على المشاركة معنا.